قل الحمد لله. تسجد لله، تستغفره، تلتجئ إليه، تسبحه، والملايين يسجدون لبوذا، يستغفرون الشمس، يلتجئون للأجداد، يسبحون الكواكب. فقل الحمد لله. تفكر بمنطقية وتتأمل بوضوح وتقارن بدقة، وملايين من البشر مصابون بالذهان والعصاب والخرف، أفكارهم هلاوس مختلطة. فقل الحمد لله. كل ما يدور بخلدك من مشاعر وأحلام تقوله وتعبر عن تفاصيله، وملايين من الناس يتفاهمون بلغة الإشارة، يعبرون بها عن بعض حاجاتهم. فقل الحمد لله. تسير للصلاة، تسير للعمل، تسير في الشارع والسوق والبيت، تتنقل من حجرة إلى حجرة، وملايين يدفعون على كراسي متحركة. فقل الحمد لله. تسمع الأذان، تسمع القرآن، تسمع أهلك وأطفالك وإخوانك، تسمع العصافير والمطر، تسمع الحياة، وملايين من البشر لا يسمعون إلا الصمت. فقل الحمد لله. تفتح عينيك صباحا فترى الدنيا بأضوائها وألوانها وألقها، وملايين من البشر يفتحون أعينهم فلا يرون إلا الظلام. فقل الحمد لله. تعرف أناسا لا ينامون إلا بالمهدئات، ولا يأكلون إلا بفواتح الشهية، ولا يبتسمون إلا بأقراص الكآبة، وأنت تنام وتأكل وتبتسم. فقل الحمد لله. ملايين من البشر انتحروا، وملايين يفكرون بالانتحار للهم والفقر والمرض، وأنت لم يخطر ببالك مجرد خاطر أن تفعل فعلهم. فقل الحمد لله. على وجه الكرة الأرضية الآن أكثر من 5 مليار إنسان لم يسجدوا لله، وأنت فرغت لتوبك من صلاة. فقل الحمد لله. عدد المصابين بالصمم الكلي أو الجزئي في العالم يقدر بحوالي 300 مليون إنسان، وبفضل الله لست منهم. فقل الحمد لله. تحب؟ هناك من قلبه مستودع أحقاد. تصدق؟ هناك من لون حياته بالأكاذيب. تتفاءل؟ هناك من شقق جدران نفسه بالتشاؤم.